ورمضان فرصة عظيمة أن تعود نفسك على هذا المعنى العظيم، أن تطهر هذه النفوس مما شابه من الأخلاق السيئة. وما أجمل والله أن المؤمن يطهر هذه النفس فينتقل للتواضع من الكبر، وينتقل لمحبة الخير للناس بدلا من الحسد، وينتقل إلى أن يجعل نفسه خالية من الغل على الناس، لأن يحسن إلى نفسه قبل أن يحسن إلى غيره. ترى يا أيها الأحبة الحاسد والحاقد والمتكبر هو يضر بنفسه قبل أن يضر بغيره، فريح نفسك أخي الكريم عن طريق تزكيتها في هذا الشهر الكريم. والمعنى الآخر أن تزداد النفوس أعمالا صالحة، وأي أعمال كالتي في رمضان، فأنت تصوم وتقوم وتتصدق وتعتكف وتطعم وتقرأ القرآن وتدعو، وسائر هذه الأعمال الصالحة تزكو بها نفسك، فيزداد عملك الصالح، تزداد صلاتك، يزداد صومك، يزداد قيامك، تزداد قربك من القرآن، يزداد دعائك، يزداد عطفك على المساكين وإطعام الطعام لمن يحتاجون له. أيضا حتى في من خلال العمرة التي تكون في رمضان لها فضل، في لزوم المساجد، في الاعتكاف. هذه الأعمال الصالحة التي تفرقت في السنة تجتمع لك في رمضان لتزكو بها أيضا نفسك وتزداد أعمالك الصالحة، رصيدك من الأعمال الصالحة يزداد في رمضان، وتعطي لنفسك إشارة أن هذه النفس بإمكانها أن تزداد في الصلاة، وأن تزداد في قراءة القرآن، وأن تزداد في الاعتكاف، وأن تزداد في الصيام، وأن تزداد في الدعاء، وأن تزداد في الإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين والعطف على ذوي الحاجة ومواساتهم. هذا الشهر العظيم، هذه المدرسة العظيمة، تخرج منها بنفس زكية، وتختتمها في نهاية الشهر بزكاة الفطر لتزكو نفسك ويزكو مالك وتزكو روحك.